اوكي، في المحاضرة الماضية احنا وقفنا وشرحنا ايش يعني لينير وايش نان لينير، اوكي، وليش بلزمني انه يكون لينير او مش لينير، وانه احيانا نان لينير انا ببعد عنه ولكن احيانا بلزمني يكون موجود. اوكي، شوف، a system is said to be linear if the superposition principle can be applied. إذا بسمي السيستم خطي إذا كنت بقدر أطبق عليه اللي هو السوبربوزيشن برينسيبل، اللي هو خلينا نحكي اللي هو التطابق، اللي هو النظرية التطابق ما بين الانبوت والاوتبوت. إذا قدرت أطبق هذا الشيء، هسه بنشوف إيش هني. Superposition Superposition عندي إيش؟ اللي هو عبارة عن Simply implies اللي هو that the input consists of the weighted sum of several signals, then the output is the weighted sum of the responses of the system to each of those signals. إذا كان عندي هنا عندي المدخل يكون مجموع من الإشارات المختلفة، فإذا على الأوتبوت أو خارج هذه السيستم لازم تكون الاستجابة، لازم تستجيب هذا السيستم تستجيب هذه الإشارات المختلفة للسيستم، لمواصفات السيستم، فإذا بكون هناك تغيرات معينة راح تكون. Otherwise, superposition principle cannot be applied, then the system set be to non-linear. إذا هذول إيش راح يكون؟ راح يكون إذا مجموع إشارتين، عندي الإشارة اللي هو خلينا نحكي عندي إشارة الإشارة العادية وإشارة السيستم مجموعهن اللي هو راح يكون الأوتبوت هو عبارة عن استجابة لبعض التغيرات اللي صارت على السيستم، وشفناها احنا في البداية، قلت لك لما رسمنا اتش و اكس وشفنا كيف انه الأوتبوت واي اختلف، ليش؟ استجابة سيجنال للتغيرات اللي موجودة داخل الميديا من اللي انتقل فيها. اوكي، خلينا نشوف بس. اوكي، نرجع هون. اذا هون ايش عندي كالتالي. اذا نيجي عند superposition principles، نظرية التجميع هي او كذا تسمى ايش عندي، can be stated as follows، اللي هو إذا كان عندي y of 1 على
اللي هو عبارة response of the system لل input x1 of 2 x1 كان على إذن هذا على ال output هذا على هذا ال system على ال output هذا عندي إيش هون على ال input وكان اثنين هو ال output لل input x2 اللي هو الاستجابي إذن أنا عندي x1 زائد x2 لازم يساوي y1 زائد y2 احنا هون ايش بنسميهن هذول هن السوبر بوزيشن في عندي اشي اسمه اديتيفيتي وهون سكيلينج سكيلينج شوف هاي هذه اللي هي سوبر سوبر بوزيشن إذن سوبر بوزيشن هو عبارة عن سكيل هذه عفوا هاي سكيلينج سكيلينج إذن هن عبارة عن additivity جمع وسكيلينج فإذن خلينا نشوف هون كيف شوف عندي هون the response x1 هذا الانبوت كيف خلينا نشوف هون بدي أرسم لك هذا هاي هذا إيش system linear system linear system system هذا ايش له input وله output هذا هون input هنا output إذا أنا عندي هون شوف هون أنا عندي إيش عندي هون عادة هاي هون هون إيش هون أنا عندي X هون على الانبوت X of T الأوتبوت إيش Y الأوتبوت بتاع السيستم Y of T طيب لو أنا عندي هون واحد of t راح يكون ايش انا عندي هون وهون عندي x اثنين of t عندي هون x واحد of t plus x 2 of t عندي هون خلينا نرسمه هون هذا كله على الانبوت خلينا نعمله هون عندي هون a x of t هذه كلها سيجنالز على الانبوت هذه كلها سيجنالز على الانبوت شوف الاكس اوف تي على الانبوت اعطتني على الاوتبوت واي اوف تي الاكس واحد اوف تي راح تعطيني هون على الاوتبوت الاكس اثنين راح تعطيني على الاوتبوت الاكس واحد زائد اكس اثنين اوف تي راح تعطيني على الاوتبوت والسكيل هذا راح يعطيني على الاوتبوت هذا كله هون وين على الانبوت هون على السيستم هاي هون كله جاي على السيستم هاي هيك
كله جاي على السيستم. الاوتبوت هاي الاوتبوت هاي الاوتبوت. فاذا ايش انا عندي راح يعطي؟ في عندي معناه كالتالي راح يصير عندي الاكس واحد على الاوتبوت راح تعطيني نفسه اكس واحد، ما راح تعطيني اكس اثنين. اكس اثنين اشاره عفوا واي واحد اوف تي، ما راح تعطيني واي اثنين اوف تي. اذا اعطتني واي اوف تي اذا هذا شيء ثاني، اشاره ثانيه مش هي. اذا في ايرور اكس اذا كانت اكس اثنين اوف تي على الانبوت، اذا على الاوتبوت راح تعطيني ايش؟ واي اثنين اوف تي. هذا عادي. طب لو كان عندي على الانبوت اكس واحد زائد اكس اثنين، هون اللينير. اذا على الاوتبوت، على الاوتبوت لو اعطتني واي واحد اوف تي وسكتت، في ايرور مش لينير سيستم. مش حكينا في المحاضره الماضيه ان اللينير سيستم بيعمل كت في الانفورميشن، يا بيزيد معلومات يا بينقص. هون ايش؟ نقص. اكس واحد بعطيني واي واحد، اكس اثنين بعطيني واي اثنين. اذا المجموع لازم على الاوتبوت يكون عندي واي واحد وواي اثنين، لكن انا على الاوتبوت عندي واي واحد. معنى ايش هذا عندي؟ ما طبقنا السوبر بوزيشن برنسبل اللي هو ايش؟ الاديتيفيتي. المجموع واي اكس واحد زائد اكس اثنين لازم يعطيني اكس واحد زائد اكس زائد واي واحد زائد واي اثنين. فاذا هنا انا عندي ايش؟ راح يكون لو اعطاني هيك واي اثنين اوف تي، اذا هذا ايش؟ لينير سيستم. طبق اول نقطه اللي هو الاديتيفيتي. اوكي طيب افرض انا هون عندي، طب هون لو انه مثلا زاد زائد خمسه، نون لينير سيستم. ليش؟ انا عندي واي واكس واحد واكس اثنين لازم يعطيني واي واحد وواي اثنين. الخمسه من وين؟ السيستم ضاف حد جديد، قيمه جديده. يعني ايش؟ عمل تشويه، شوه الاشاره اللي انت بعثتها، شوه الانبوت، انبوت سيجنال. فاذا لازم يكون ايش؟ يكون يحافظ عليهم. فاذا هذا بشيله. اوكي هون افرض الاكس اوف تي، اخذنا السكيلينج شرحت لك اياه. اذا ايش انا عندي؟ الاي هذه كونستانت، هذه سكيل. الاي هذه سكيل، هيها هاي هذه سكيل سكيلينج. هاي الاي هذه سكيلينج. فاذا اكس اوف تي، اكس اوف تي ايش؟ خلاص على طول ما انا عارف الاكس اوف تي ايش دائما. هذه الاكس اوف تي عباره عن واي اوف تي. طب والاي لازم تكون مضروبه في اي، لازم نفس السكيل نفسه يكون اي واي اوف تي. اي سكيل بنعمل على الانبوت لازم يقابله نفسه في الاوتبوت. اذا ما قابله بيعمل خلل في السيجنال عندي في الإشارة. أوكي نشوف هنا the two properties defining a linear system can be combined into a single statement which is the superposition property. إذا إحنا حكينا x1 زائد x2 بعطيني y1 زائد y2. A لازم يعطي A1 AX1 AY1 B X2 BY2. إذا هذول عبارة عن complex constants A و B. إذا إيش أنا عندي؟ هو عبارة عن راح يكون إيش؟ عبارة عن linear. لازم يطبق هذه النظرية. باجي إذا أعطاني X Y of T تساوي عندك اكس تساوي كذا كذا، باجي بعوض محل اكس واحد ومحل اكس اثنين وبشوف هل تساوي واي واحد زائد واي اثنين. اذا ما سوتها، اذا ما سوتها معناها ان اللينير. اذا ساوتها تطابقت مع هذه القاعده معناها لينير. شوف
a direct sequence of the superposition principle of the linear system is that a zero input result zero output. هذا للينير. لكن لو مش لينير ممكن زيرو انبوت مش زيرو اوتبوت، يكون اشاره عد ثانيه تشويه. اوكي؟ في اللينير سيستم لا، بيكون ايش؟ لينير. طب قبل ما نيجي على ال اكزامبلز هذه، خلينا نعمل شير لصفحه ثانيه. لا مش هذا. أنا هذه. أوكي. شوف linear and non-linear superposition systems. Principal superposition. معلش كاتبه باليد بس هذه بتوضح اكثر كبلوك دياجرام. في عندي ايش اسمه law of additivity اللي هو ايش انا عندي هون كالتالي. اول شيء عندك سيستم هون سيستم الاديتيفيتي اللي اكس 1 اكس 2 منفصل اكثر. اذا هذا انبوت اكس 1 هذا الاوتبوت واي 1. عندي هون الانبوت لاكس 2 الاوتبوت واي 2. لو جمعتهن واي 1 زائد واي 2 راح يكون ايش الناتج انا عندي؟ واي 1 بلس واي 2، يعني ايش؟ دخلت على تو سيستم اكس 1 منفصل واكس 2 منفصل. طلعت تو اوتبوت واي 1 واي 2 على سميشن جمعتهن اديتيف ايش طلع عندي؟ واي 1 زائد واي 2. اوكي هذا لازم ايش؟ هذا واحد. هس جمعت ايش الاوتبوت. طيب تعال لو ايش اخذت؟ اخذت انا هذا سيستم اخذت اكس 1 هيا اكس 1 واخذت اكس 2 جمعتهم مع بعض خليت على انبوت يعني قبل ما دخلين على السيستم جمعتن صارت اكس 1 زائد اكس 2. السيستمز راح يطلع لي ايش؟ واي اوف تي برايم اللي هي ايش بتمثل؟ هذه عباره ايش؟ عباره اللي راح يطلع لي واي 1 اللي هي ايش واي؟ عباره واي 1 زائد واي 2. اذا هذه وهذه متساويات. اذا هذه لينير، يعني اذا جمعت الانبوت بعدين دخلت على السيستم طلع واي مجموع واي 1، اذا واي 1 زائد واي 2 اللي هي ايش؟ واي برايم. راح تكون اوتوماتيكيا واي واي اوف تي هون هي نفسها عباره واي 1 زائد واي 2 لانه عندي واي 1 اكس 1 اكس 2. واذا انا ايش عملت؟ الانبوت ما جمعتهم، كل انبوت دخلته على سيستم لما طلع التو اوتبوتس للتو سيستم جمعتهم طلع ايش؟ واي 1 زائد واي 2. اذا هذا بكون ايش؟ لينير. طبقت اللو اوف اديتيفيتي. هذا بلوك دياجرام. في عندي هون ايش؟ اللو اوف هوموجينيتي اللي هو ايش انا عندي؟ اللي هو السكيلينج. شوف هذه اسماء ثانيه اديتيفيتي هوموجينيتي. ماشي؟ هوموجينيتي اللي هو ايش؟ للسكيلينج. يعني ايش؟ هذا اكس اوف تي. اكس اوف تي هون طلع ايش؟ واي اوف تي. هي الاوتبوت. الاوتبوت ايش؟ ضربته في سكيل كي. هي كي. الاوتبوت راح يكون ايش؟ دخلته على سيستم ضرب الواي اوف تي الاوتبوت في كي. كومبلكس كونستانت. هياته كي واي اوف تي طلع الناتج. اوكي ممتاز. طب لو جيت انت مش الاوت بالضربته في كي، جيت الاكس دخلتها على الستيج هذا وطلعت لي هون ايش؟ كي اكس اوف تي طلعت مضروبه في ثابت معين في كونستانت معين، دخلته بعدين على السيستم
بيطلع واي برايم. واي برايم هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن كيف واي أوف تي. عبارة عن كيف واي أوف تي. طلعت. مفهوم؟ يعني أنا يعني جيت هنا قلت والله هون افرض هنا عندك هنا ضربته في 5 اكس. هنا ما فيش اكس طلعت واي بعدين واي دخلتها على السيستم طلعت 5 اكس. طب جيت هنا الاكس ضربته في 5 اكس الواي شو بدها تطلع؟ 5 واي. معناه 5 واي هذه تساوي 5 واي هذه. اذا هنا طبقت اللي هو الايش؟ لو اوف هوموجينيتي. اذا اتطبقت اذا لينير سيستم. هذول القاعدتين الاولى والثانيه اديتيفيتي والسكيلينج. شوف هون عندي اكس اوف تي اكس اوف ساين تي. قال لك شوف لي هذا لينير ولا نان لينير. واحد لو اوف اديتيفيتي. ستيب واحد اول شيء ايش تعمل؟ واي 1 لانه انا عندي هاي هذه هون الفانكشن واي 1 عندي واي اكس 1 زائد اكس 2 تساوي واي 1 زائد واي 2. اذا واي 1 اوف تي تساوي ايش؟ اكس 1 ساين اوف تي. واي 2 اوف تي تساوي اكس 2 ساين اوف تي. اذا تعال نجمع واي 1 زائد واي 2. واي 1 زائد واي 2 ايش يساوي؟ يساوي اكس 1 ساين بلس اكس 2 ساين. هاي هذا اوكي مجموع الانبوت يساوي مجموع الاوتبوت. طبق النظريه اللي حكينا عنها بتاعت السوبر بوزيشن. ستيب 2 هسه ايش بدي اجمع الانبوت؟ اكس 1 زائد اكس 2 دخلتن على سيستم. هاي السيستم شايف هاي انا كاتب كتابه الدرس على سيستم. هذا يؤدي الى ايش؟ ايش راح يطلع هون؟ واي واي 1 واي 2. واي 1 وينه؟ هاي وهذا واي 1 اللي هو اكس 1 ساين تي. واي 2 اللي هو هون بده يطلع ساين 2 تي. هاي اكس 2 ساين تي. اذا ذا سيم ريزلتس. هذا يساوي هذا. ذا سيم ريزلتس. هذا مع هذا. سواء جمعت الانبوت او الاوتبوت اذا ايش؟ الناتج واحد. اذا لينير سيستم. هنا واحده. طيب هسه بدنا نشوف لسه هسه هذه بالنسبه لهي لينير لكن بدي اطبق الثانيه لو اوف هوموجينيتي السكيلينج. شوف كي واي تساوي كي اكس ساين تي. طب لو كي اكس اوف تي دخلتها على سيستم كي واي اوف تي هذه دخلتها على سيستم راح تعطيني ايش؟ كي اكس ساين اوف تي. هذه كي واي دخلتها على السيستم بده يعطيني الاوتبوت هذا اللي هو وينه هذا؟ ذا سيم ريزلت. اذا لو اوف سوبر بوزيشن از لينير. اذا لينير سيستم. اوكي شوف هون اكزامبل. هذا شفنا احنا حكينا لينير سيستم. هذا خلص لينير سيستم اللي قبل شوي اكس اوف تي سيستم اكس ساين اوف تي يعطي واي لينير سيستم. طيب اكس تي تربيع سيستم تايم سكيلينج. هذا ايش؟ تايم سكيلينج سكيل تربيع سكيل. فاذا لو اوف اديتيفيتي من يجي منطبق اكس 1 سيستم بيعطيني واي 1. واي 1 ايش تساوي؟ اكس 1 تي تربيع. اكس 2 سيستم بيعطيني واي 2 اوف تي تساوي اكس 2 اوف تي تربيع. هذا سيستم ها؟ هاي انا مش راسمه بس ها؟ نكتبه كتابي احنا عادة. هاي سيستم. اعطاني الاوتبوت واي 1. واي 1 شو تساوي؟ اكس 1 تي تربيع. واي 2 ايش تساوي؟ اكس 2 تي تربيع. طيب ايش انا عندي؟ انا عندي النظريه ايش؟ اذا واي 1 زائد واي 2 تساوي اكس 1 تربيع زائد واي 2 تربيع. لما بدي اجمع واي 1 زائد واي 2 راح يكون الحد هذا زائد هذا. اذا هيو
نيجي نشوف لو جمعت الانبوت اكس 1 زائد اكس 2 اكس 1 زائد اكس 2 دخلتهن على السيستم راح يعطيني ايش واي برايم. شو واي برايم؟ لانه ما دام اكس 1 زائد اكس 2 شرحت لكم اياه انا راح تعطيني ايش واي 1 زائد واي 2 اذا راح تعطيني اكس 1 تربيع زائد اكس 2 تربيع اذا هذولا ذا سيم ريزلتس. هاي اول شرط تحقق لو اوف اديتيفيتي بي اوف هوموجينيتي اللي هو السكيل اكس اوف تي دخلناها على السيستم الواي اوف تي واي اوف تي دخلتها على ستيج ضربتها في كي طلع كي اوف واي اوف تي اللي هي ايش تساوي كي اكس اوف تي تربيع ما هي هذه هاي هاي هذه انضربت في كي بدها تصير كي اكس تي تربيع اوكي لو جينا ايش عملنا الاكس اوف تي ضربناها في الكي بيطلع كي اكس اوف تي اذا ودخلت الكي اكس اوف تي على السيستم بدي عندي واي برايم اللي هي ايش راح تكون واي مضروبه في الكي لانه هون واي راح تكون هي عباره مضروبه في الكي اللي هي ايش كي اكس تربيع ذا سيم ريزلتس هذول نفس الناتج طلعت على كلا الحالتين اذا برنسبل اوف سوبربوزيشن لينير سيستم اذا راح يكون كالتالي اذا سيستم لينياريتي از اندبندنت اوف ا تايم سكيلينج اوف ا تايم سكيلينج اذا تايم سكيلينج لينياريتي سيستم اوكي خلينا نشوف y of t x log t log t ايش هذا؟ هذا تايم سكيلينج اذا لينير سيستم على طول log t تايم سكيل ما هو سكيل لوغاريتم ال t سكيلينج اذا ايش؟ تايم سكيلينج اذا لينير سيستم صارت زي قاعده اوكي تايم سكيلينج هياته لينير سيستم لينيارتي السيستم تعتمد على التايم سكيلينج. طب اكس تربيع اوف تي خلينا نشوف. دخلت هون عندي اكس اوف تي على السيستم. واي اعطاني واي اوف تي وتساوي هيا اكس تربيع اوف تي. هذا انبوت. انبوت تربيع هذا. هذا الانبوت مربع. اوكي. لو اوف اديتيفيتي. واي واحد اكس واحد تربيع اوف تي. y2 x of t equal x2 تربيع of t جمعت y1 وy2 اذا راح يكون مجموع x1 والx2 هاي طب تعال نجمع الانبوت الانبوت x1 of t زائد x2 of t دخلناهن على السيستم راح يعطيني ايش y1 زائد واي اثنين صح؟ واي واحد اللي هو ايش راح يعطيني انا هون؟ اذا راح يعطيني هو عباره عن اكس واحد زائد اكس اثنين هياتها كل تربيع هذا تربيع هون شايف؟ مربعه كامله لانه ليش؟ ربع هذه كلها كامله اما لما الاوتبوت كان اعطاني هذا على حده وهذا على حده لما جمعت واي واحد واي اثنين جمعت اكس واحد تربيع زائد اكس اثنين تربيع اما لما الانبوت كان كلياته اكس واحد زائد اكس اثنين السيستم بده يربع لما ربع لانه انا تربيع لما بده يربع السيستم راح يربع اكس واحد زائد اكس اثنين كل تربيع طب هذه not the same system the same result ليش؟ لانه هذه مربع الاول مربع الثاني اثنين الاول في الثاني ما هذا ما طلعت واي واحد زائد واي اثنين طلعت عد ثلاث حدود مش حدين فاذا هنا ما راح تزبط مع اذا نان لينير هذا الشرط صار فيه خلل خلص هوموجينيتي ما بتطلع على الشرط الثاني هذا الشرط خلص انتهى المجموع الحدود ما طلع واحد من الشرطين صار فيه خلص خلل اللينير هوموجينيتي ما بشوفها اوكي إذا نيجي نشوف هون
system dependent in time scaling هذه كتبناها. شوف عندي هون system time scaling زائد الامبليتود شيفتنج زائد الكوفيشنت اتس هذا السيستم. شوف عندي هون اكزامبل رقم 4 y of t equal sin t في x of t. شوف انا الانبوت ايش انا عندي الانبوت x of t على السيستم. طب هذا ايش؟ هذا الكوفيشنت المضروب فيه. هذا ايش؟ الكوفيشنت اللي مضروب فيه. هذا الكوفيشنت اللي مضروب فيه. dependent on time بيعتمد على الزمن. هذا كونستانت بيعتمد لانه ساين تي راح تطلع ثابت. كوفيشنت ملتيبلاينج نوت كونستانت معتمد على الزمن لانه مش خمسه بيعتمد على الزمن لانه حسبتي اذا كانت سته سبعه ثمانية يعني بده يكون هنا ساين واحد تي هنا حسب الزمن اوميجا واحد طيب تي اذا كانت عند خمسه عند سته عند سبعه راح يظل متغير ديبندنت اون تايم. شوف عندي x of t هون system y of t ال y of t ايش انا عندي هون هو sin t x of t coefficient not constant هذا مش ثابت لانه متغير اما لو كان a c k constant اوكي هذا واحد. خلينا نشوف law of additivity اول شيء x واحد system y one sin t x واحد of t x2 على السيستم بيعطينا على اوتبوت y2 اللي هي sin t x2 of t. تعال اجمع y الاوتبوت y1 و y2 بصير sin x1 t زائد sin t x2 اخذت sin t عامل مشترك هي اذا صارت sin t مضروبه في x1 زائد x2. نيجي نشوف هذا سكيلينج يعتبر. طيب لو جمعت الانبوت x1 زائد x2 على السيستم شو راح يعطيني؟ راح يعطيني نفس الشيء sin t x1 زائد sin t x2 هي إذن the same results هذا اول شرط تحقق. اللي هو هوموجينيتي هسه نشوف الكوفيشنت السكيلينج x of t دخلناها على السيستم الاوتبوت y of t بعدين انا اشوف عند ال k برد اعمل لك هيك k طلعت k of y اذا sin t k x of t انضربت في k هيها. طيب تعال نيجي نضرب هذه ال x of t في k مباشره ندخلها على السيستم اذا sin t x of t ما هي هذه الانبوت راح تكون مضروبه في ايش الاوتبوت في كي هاي كي اذا نفس هذه the same results follows اللي هو superposition theorems اذا linear system نشوف هون الاكسبوننشال y of t exponential 3 x of t هذا الانبوت. خلينا نشوف هون ايش انا عندي هون عندك law of additivity x1 x2 y1 y2 اعطاني هنا exponential 3 x1 x2 هذه خلص عارفينها دجمع الاوتبوت جمعت الاكسبوننشال اخذته عامل مشترك اذا هذه اول شغله هون عندي. طيب لو جمعت الانبوت راح يعطيني ايش؟ لو جمعت الانبوت ايش هو الانبوت هين؟ تجمع هذا زائد الثاني، اذا بتصير اكسبوننشال مضروبه في اكس 1 اكس 2 هيها، اكس 1 اكس 2 اذا ذا سيم ريزلتس، اذا هذا اول شرط خلص. شوف هذه تايم انفاريانت هذا شيء ثاني. لو اوف هوموجينيتي بضرب ايش؟ كي اكسبوننشال 3 اكس اوف تي. هذا الكوفيشنت كونستانت هذا ثابت اكسبوننشال الثلاثه ثابت مش معتمد مع الزمن اوكي از لينير سيستم اذا لينير سيستم الكوفيشنت كونستانت اذا لينير سيستم
شوف system linearity is independent of the coefficient used in the system relationship. إذا linearity system تعتمد على coefficients. هون إذا كان constant إذا linearity system كمان. شوف هون عندي y of t equal 2t plus x of t. هذا time dependent يعتمد على الزمن. الاوتبوت اللي هو y of t والانبوت x of t. إذا x of t system y of t تساوي 2t زائد x of t. نيجي law of additivity. هذه x1 اعطتنا اول واحده، x2 اعطتنا هذا x2. اجمع y1 وy2 اجمعهن راح يصير ايش انا عندي؟ هاي اجمعهن هون هيك راح يصير ايش؟ عندك 4t زائد x1 زائد x2 طلع طلع هذا الحد. هذا من وين؟ انا عندي ايش؟ القاعدة x1 زائد x2 تساوي y1 زائد y2. إذا هذا أول شرط صار في خلل. تعال هون نجمع الانبوت x1 زائد x2 سيستم نفس الشيء اجمعهن اجمعهن عندي شو بده يصير؟ x1 زائد x2 راح يصير كالتالي 2t 2t زائد x1 زائد x2 لانه هون بتصير x1 وx2 تصير 2t زائد x1 زائد x2 طلع هون 2t هون 2t هناك 4t not the same اذا non-linear system non-linear system الناتجين لما جمعت الاوتبوت ولما جمعت الانبوت مش نفس الناتج طلع عندي النتائج مختلفه مختلفة وطلع حد زيادة 4t أنا عندي x1 زائد x2 x1 زائد x2 ال 4t وال 2t حدود زيادة هي اوكي نيجي هون 2 زائد x of t هذا at time independent شوف هنا output input اوكي 2 زائد x of t هذا نان لينير عندي حد هذا زيادة مبين شوف هنا عندي إيش law of homogeneity system k ky شوف هون ky تساوي 2k 2k الاوتبوت لما تضربها في y في k راح تصير 2k زائد kx of t هاي هذا ناتج طيب هذا الاوتبوت طب لما بدي اضربه في الانبوت هون شو راح يصير؟ kx السيستم ايش راح يعطيني 2 زائد kx of t اذا طلع هون 2k هون 2 not the same اذا non-linear system non-linear system شوف if any added جمع subtracted طرح terms other then input and output is available in the system relationship then the system will be non-linear اذا في اذا كان في جمع او طرح راح يكون الانبوت والاوتبوت اذا ايش راح يكون راح يكون عباره عن اللي هو non-linear system شوف عندي هون y of t تساوي 3 log t minus sin t x of t تربيع في عندي بناء على الشروط تايم سكيلينج لينير هذا لينير كوفيشنت لينير عندي هون ايش عندي تايم سكيلينج هون ديبندنت اون تايم نان لينير نان لينير شوف هون y of t equal x of t minus 1 plus x of t plus 1 of homogeneity طلع و x1 x2 على السيستم بيعطيني y1 y2 انا صرت بمختصر لاني شرحت لك اول اكزامبل بالتفصيل رسمت لك السيستم وكذا y of t ايش راح يكون هون؟ هون راح يكون 1 هون 2 هاي 1
هنا واحد هنا اثنين هذه راح عفوا ايضا هاي اثنين لا هذه الاكس واحد عفوا اوكي مظبوط انا مش اوكي اكس واحد في عندي هون اثنين اكس اثنين اكس اثنين جمعت اجمع واي واحد وواي اثنين راح تكون مجموع هذا الحد مجموع الحد هذا هاي واي واحد زائد واي اثنين راح يكون اكس واحد اكس اثنين زائد اكس واحد اكس اثنين اوكي جمعناه نيجي لو جمعنا الانبوت اكس واحد زائد اكس اثنين بلوك دياجرام لازم يعطيني ايش لما بدي اجمع اكس واحد زائد اكس اثنين هين هذا الانبوت هاي اذا تعال اجمعهن اكس واحد اكس اثنين راح تصير واحد واثنين عندك راح يصير نفس ذا سيم ريزلت سي نفس الناتج هذا بتمسك ورقة وقلم وبتشوفه طيب لو اوف هوموجينيتي اللي هو السكيلينج هاي طلع عندك هون ك اوف واي ايش تساوي ك في واي هاي هاي قيمة واي ضربناها في ك طب ك اكس راح اضربها ك اكس هيها كل اكس تضربها في ك اخذت عمل مشترك طلعت the same results اذا linear system هذا ايش linear system هذه هون نفس العمليه بس خلينا نصغرها هون x of t minus 2 plus x of t minus 1 plus x of t minus x of t plus 1 minus x of t plus 2 هذه linear system هذه x of t minus 0 شفت 0 هون هي نفس الشيء هذه راح تطلع ايش linear system اوكي طيب خلينا نشوف اذا الاكزامبل هذا نفس اللي اخذناها هسه بسرعه راح امشي عنه شوف y of t تساوي 4 x of t x 1 تساوي تعطينا y 2 اللي y 1 4 x 1 تربيع x 2 y 2 4 x 2 تربيع اذا انا عندي x of t تساوي ايش a x 1 of t زائد b x 2 of t تعال عوض بدل x 1 تعوض هذه وبدل اكس 2 تعوض هذه تعال نعوض هاي اكس 1 اكس 2 اذا انا عندي هاي الاربعه اخذناها عامل مشترك برا انا بدل اكس اوف تي هاي هذه القاعده على الانبوت تعال هنا فك القوس فكيناها 4 اكس 1 واي 1 4 بي اكس 2 اذا لينير سيستم هون ايش الاديتيفيتي والسكيل مع بعض نفس السكيل اي او بي هون نفسه اي او بي هون هناك وريتك اياه عن طريق ايش مدعوم بالبلوك دياجرام شوف لو نفس الاكزامبل ضفنا له اثنين هاي نفسه ضفنا له اثنين عوضت عن اكس عوضت زائد اثنين اذا الناتج ايش اكس اي واي 4 بي 2 طيب هذا من وين؟ هذا زيادة إذا نان لينير نان لينير ليش؟ لأنه أنا عندي إكس 1 زائد إكس 2 لازم تسوي واي 1 واي 2 لكن هون إكس 1 زائد إكس 2 طلع عندي إيش؟ زائد 2 على الإنبوت الاثنين هون ما طلع إذا غير متطابقات إذا ما طبق سوبربوزيشن عندي برنسبلز شوف هون هذا أخذنا إكس تربيع تايم سكيلينج أخذناها هي تطلع عبارة نل لينير لأنه هاي طلع هاي فكينا هون شوف فك هاي أي واحد تربيع هاي أي واحد بي هاي بي طب هذا حد ثاني هذا وين راح هذا حد زيادة هالطلع إذا نلينير
شفناه. هذا الاكزامبل شفناه مر معنا. طيب خليني اشوف هنا. اذا الكباسيتر والريزيستر لينير سيستمز. الكباسيتر واللينير سيستمز. عندك ساين اكس اوف تي شفناها. ساين اكس اوف تي والاكس تكعيب اوف تي زائد 5 نان لينير سيستم. نان لينير سيستمز. اذا هذا ايش اللي هو نان لينير. اوكي مفهوم. في اي سؤال عليه هذا؟ في شيء مش مفهوم؟ في سؤال عليه؟ ما في. اوكي يعني كله مفهوم.